بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حقا أنا وحدة هل أقدت لكم هذا الفيديو باللغة العربية أو الفرنسية؟ بطبيعة الحال الفيديو ليس موجه فقط للمغاربة، وإن كنت في بداية الأمر يعني أتمنى أن يكون عملي مع المغاربة. لا، الشركة هي عالمية، سيكون فيها ناس مرحب بهم من جميع أنحاء العالم. أقول وإن كنت أفضل في البداية، لأن الدائرة أولا دعنا أشرح لكم ما هو التسويق الشبكي لكي ننطلق بعد ذلك لشرح أمور أخرى تتعلق بالعمل. نشرح ما هو التسويق الشبكي. إذن هنا في شرحنا للتسويق الشبكي سنتحدث عن الفورم التقليدي للتسويق الشبكي. المفهوم التقليدي للتسويق دعوني أولا أعطيكم نبدأ عن التسويق الشبكي. بطبيعة الحال أنا لست مبدعا أو مبتدئا للتسويق الشبكي، ليس أنا من اخترعته. أول من اخترع التسويق الشبكي يعني كان في الولايات المتحدة الأمريكية. باستطاعتكم الدخول لويكيبيديا وتكتبوا ما هو التسويق الشبكي وستجدون. أنا سأعطيكم مختصر. التسويق الشبكي باختصار شديد هو أنك تشتغل مع شركة، لكن عملك مع الشركة يكون بشكل مستقل، بحيث أنك تنشئ مشروعك. مثلا إذا أردنا تحدث عن شركة رويال جيمز التي أمثلها، لدينا كما ترون مجموعة من المجوهرات الأحجار الكريمة. يجينا هذه هي سلعة رويال جيمز، هذه هنا سلع كثيرة، بضاعة مختلفة. حرير باو مونستون يشبه كثيرا لابرادوريت، هذا حجر كريم لابرادوريت، هذا الجولدن ستون، هكذا اسمه الجولدن ستون، هذا الاميتيست الازرق والوردي مع الجرينات، هذا البيريدوت الزبرجد، هذا حجر البيريدوت. إذن هذه هي منتجات شركة رويال جيمز. هذه الشركة الأولى في العالم العربي وفي إفريقيا وفي شمال إفريقيا وإفريقيا كذلك، المتخصصة في بيع منتجات الأحجار المجوهرات الأحجار الكريمة. إذا مثلا أنت إكس أو إيغريك أو زيد من تونس أو من الجزائر أو من المغرب أو من السعودية أو من قطر أو غير ذلك، قررت أن تشتغل مع الشركة. طب أنت، نحن كشركة نبيع مجرد أحجار كريمة. طبعا في التجارة هناك مستويات متعددة، إذن غالبا ما يكون هناك منتج المصنع مثلا، ويكون هناك بائع بالجملة، مثلا بائع بالجملة من الدرجة الأولى غوسيست، يكون يوزع في بلد ما. تكون الشركة مثلا في أمريكا تبيع سيارات ويكون موزع في المغرب يبيع تلك المنتجات، وذلك الموزع يكون هناك هذا بائع جملة سومي غوسيست، بائع جملة محلي، ويكون التاجر لو فوندور يعني تجزئة تقسيط، تاجر تقسيط. بطبيعة الحال المنتج حينما يبدأ ينطلق من هنا إلى هنا تكون هناك بعض الزيادات، تكون هناك بعض الزيادات. هذا يشتري مثلا المنتج ب 3000 درهم، هذا يبيعه ب 3100، هذا يبيعه ب 3200، وهذا يبيعه ب 3300. فإذا كان المنتج اشتريته أنت ب 3300 درهم، فالشركة باعته بكم؟ يكون هناك تخفيض ما بين 10 إلى 20%،
الى 30%. اذا نحن في شركتنا كيف نعمل؟ بدل ان يكون هذا التسلسل تكون انت هو الوسيط بين المنتج والمستهلك. اذا المنتج والمستهلك، المنتج المستهلك، هذه النسبة المئوية مثلا 30% أو 20%، بدل يأخذها بائع تاجر جملة أو بائع جملة محلي، فالأشخاص الذين يشتغلون معنا في التسويق الشبكي هم من يأخذون هذه النسبة، مثلا أنت أو أنت المسوق. كما أن الشركة حين تنتج منتج ما فإنها تقوم بصرف مبالغ مالية في التوزيع وفي الإشارة وغير ذلك. فتقول لك الشركة غويل جيمس أنت ستأخذ هذه العمولة وهذه النسبة المئوية على أساس أن تقوم أنت بإشهار الشركة وأنت تشهر منتجك. طيب، إذا هذا هو مفهوم التسويق الشبكي تقريبا يعني بالجملة. لكن نحن حينما نأخذ مثلا الشركة الأمريكية التي تشتغل في التسويق الشبكي، حينما تأتي أنت كشخص مثلا محمد تشتغل بالتسويق الشبكي، فلك دوران اثنان. الدور الأول هو أنك تكون مسوق، وكذلك تكون تاجر. مسوق بحيث أنك تسوق للشركة ولمنتجاتها، وأنك تأخذ عمولة على سنرى ما يسمى بالباريناج أو التبني. الباريناج سنتحدث على الباريناج في الحلقة المقبلة، أو ما يسمى بالتبني في التسويق الشبكي. إذا التسويق الثاني سيكون هو تحديد مفهوم التبني باريناج في التسويق الشبكي. إذا على العموم، إذا ستكون هناك مجموعة من الدروس التي نشرح من خلالها هذا الأمر، التسويق الشبكي. التسويق الشبكي أيها الإخوة قد يتطلب منك وقت طويل لفهمه، هناك أشياء كثيرة. أنا أعطيتكم الآن فكرة مبسطة، وفي الدرس المقبل سنشرح مفهوم التبني. شكرا لكم.